او الشعب كله مع الرقاو في ظل اقتصاد صعب شويه، وخاصه يعني انه الحياه زي دي بتكون اكثر في وضع زي ده. نسال الله انه يخفف عننا المجرمين اللي قاعدين يزوروا ديل. في بدايه حلقتنا دايرين نعرف الغش التجاري ذاته هو شنو للمشاهد. الغش التعريف، خلينا نبدا بالتعريف اللغوي. الغش هو عكس يعني النصح، فحتى الغش من مشتقات الغشاوة يعني إخفاء أو طمس لحقيقة السلعة. التعريف الاصطلاحي، الغش التجاري هو عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة من الدولة، سواء كان بتغيير يعني إضافة في السلعة، يعني بيضيف لها مادة قيمتها أقل منها، مثلا تخلط اللبن بالماء، تخلط العسل بالماء، ذهب عيار 18 تزيد له نحاس تبيعه على أساس أنه هو عيار 21،